أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يا اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي يا إن الله كان عليما حكيما. إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. كفي بالله وكيلا. صدق الله العظيم.
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم 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 وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل تواهم لآبائهم وأقسط ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم ذلكم قولكم بأفواهكم
صدق الله العظيم. ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أزواجه أمهاتهم وأزواجه أمهاتهم الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عنه
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصيرا وكان الله بما تعملون بصيرا الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم الأبصار وبلغت القلوب الحناجر إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون وتظنون بالله الظنون تلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله
وإذ قال يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها سئلوا الفتنة لآتوها ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها ولقد كانوا عهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا بكم سوءا أو أراد
رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إليه ولا يأتون البأس إلا قليلا عليكم أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشعة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم يحسبون الأحزاب لم يذهبوا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله حسنة لمن كان يرجو الله
الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، نحن في تكريم روح كريمة صعدت إلى رب كريم، آيات بينات من الذكر الحكيم قتلها على مسامح حضراتكم ذلكم العالم القرآني العالم الإذاعي الشيخ الذي تسعدون به قريبا عبر أسير إذاعة القرآن الكريم بقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقارئ بجامع الأزهر الشريف فضيلة الدكتور محمد سالم عامر القارئ المعروف المقيم بمنشية أبو الشباك التابعة لبندر ومدينة هوشيسة بمحافظة البحيرة. أذيعت لكم على أكبر مكبرات الصوت العالمية والمحلية والمعرض الفني الحديث بكم محلات ومخازن عميد فرشت البحيرة الأول المعلم سعد الخشب وأخواته المقيمين بكم الحاصل العامرة. تتقدم الأسرة الكريمة الحج فاروق رسلان بخالص الشكر والتقدير في كل من وساهم في هذا العزاء. أيها السادة، وبعد قليل سوف نرحب ونستمع مع علم من أعلام التلاوة لجمهورية مصر العربية ومتهم بالإذاعة المصرية فضيلة الشيخ فوزي عبد الغفار، ندعو له بالتوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.